رغم وقوعها على كتف الفرات، تعيش مدينة الشعفة في ريف دير الزور الشرقي حالة عطش تصيب ما يقارب 60,000 من قاطني المدينة. تقسم المدينة إلى 3 قطاعات، هي قطاع السور وقطاع الوسط وقطاع الكشمة، وتتركز الحاجة الأكبر للمياه في قطاع السور الذي يعيش فيه قرابة 22,000 نسمة لا تصلهم المياه إلى بيوتهم، ما يضطرهم إلى شرائه بأسعار باهظة من باعة المياه الجوالين. فإذا تعذر إنشاء محطة جديدة يمكن استجرار مياه الشرب من محطة البوبدران التي لا تبعد سوى 300 متر فقط عن السور. عندنا محطة البوبدران ما تبعد عنا 300 متر، إذا الأخي صدد لنا على البريج هذا تحته خط رئيس اللي جاي من نهر الفرات. بداية الأمر كانوا مسكرين الخراطيم ومصابين هنا بباطون، قدمنا شكوى على المسؤولين، والحل الوحيد اللي سووه لنا إياه جزاهم الله خير طفهم المحطة. يعني طبعا احنا نقول جزاهم الله خير، شريد نقول غير الكلام هذا. هسه المحطة رابطة طفوها علينا وعلى البوبدران، نعاني من قل المياه، خطرة المي ب3000 فرق، يعني شيء مو طبيعي. يناشد أهالي الشعفة بشكل عام وقاطني قطاع السور بشكل خاص المسؤولين عن المدينة العمل على تقديم الخدمات الأساسية وإنشاء المرافق والبنى التحتية الضرورية لسد الحاجة التي يعاني منها سكان المدينة. درجات الحرارة المرتفعة في المنطقة الشرقية تجعل الأمر يزداد سوءا، فقد تخطت درجات الحرارة مع دخول فصل الصيف 40 درجة مئوية، ما يجعل الحاجة إلى المياه مضاعفة عن باقي الفصول، إضافة إلى خدمات أخرى مفقودة كالكهرباء التي تشكل عنصرا أساسيا في تبريد مياه الشرب.